مدينة الزائرين كربلاء كما يحلو للعراقيين تسميتها تشهد نقلة نوعية في مشاريع الإعمار والبنى التحتية، نقلة وفرت حتى الآن 25 ألف وحدة سكنية من أصل 120 ألف وحدة تحتاجها المحافظة. أغلب تلك المشاريع هي مشاريع المساكن العاملة بالطاقة النظيفة لتخفيف الضغط عن المدينة التي تعتبر من أكثر مناطق البلاد بالنسبة للزائرين. بالنسبة للطاقة المتجددة احنا عندنا مشروع الآن مباشر بالمشروع، واصل نسبة إنجاز أكثر من 35%، مجمع سكني، الكهرباء اللي بيه اللي هي الطاقة المتجددة راح تصير على حسب توجيه رئاسة الوزراء الإيجارة وحسب توجيه البنك المركزي ما يخص أنه الطاقة المتجددة راح يكون لها دعم بالأموال والقروض للمواطنين. يبلغ تعداد كربلاء 3 ملايين نسمة، لكن عدد زوارها بحسب الحكومة المحلية للمحافظة بشكل سنوي يبلغ نحو 70 مليون زائر، إلا أن مشاريع الاستثمار السكنية نجحت في توفير 100 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بعد أن خلقت الحكومة المحلية مبدأ المنافسة بين المستثمرين. هيئة استثمار كربلاء منحت حوالي 10 فرص استثمارية رخص لعشر مستثمرين مختلفين رصينين. طبعا هاي نقطة مهمة، أول شيء المنافسة تخلق الجودة بأنسب الأسعار، وهاي جدا مهمة يكون نموذج لباقي المحافظات بالعراق. الاستقرار الأمني الذي تتمتع به كربلاء وفر بيئة آمنة للمستثمرين المحليين بصورة خاصة والأجانب بصورة عامة، الأمر الذي سهل كثيراً من عمليات سرعة إنجاز مشاريع الوحدات السكنية. الضغط المتواصل الذي يولده عدد الزائرين الكبير بشكل يومي لمحافظة كربلاء على البنى التحتية للمحافظة حدا بسلطاتها المحلية إلى التوسع بشكل عمودي في مشاريع البناء، على ذلك يخفف الضغط عن مركز المدينة. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، محافظة كربلاء.